استقر نائب رئيس وزراء تركيا ووزير المالية السابق علي باباجان على تسمية حزبه بالأمان، حيث سيطلقه قريبا مع المنشقين عن نظام أردوغان. وانشق عن حزب العدالة والتنمية انشق باباجان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وهو أحد مؤسسيه، اعتراضا منه على السياسات الحالية في تركيا. وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت أن حزبه سيتم إطلاقه بدعم من الرئيس التركي السابق عبدالله جول دون أن يتولى فيه الأخير أي منصب. وسارع 4 وزراء سابقين منتمين لحزب أردوغان إلى تأييد باباجان في خطوته الجديدة.